بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا راح أشرح لكم كمان مثال عن الكيرسر إمبليمنتيشن. الآن خلينا نرجع نعمل مثال. في عندي هالفري ليست بدي أعمل كرييت له نيو لينك ليست، فأنا بحكي له L1 تساوي كرييت ليست أو أي اسم فانكشن طبعا تحطه عشان تعمل كرييت له ليست. نشوف هون كيف يتم تنفيذ الليست. كرييت ليست على طول بروح عندي على الفري ليست، أول افيلبل سبيس عنده هو اللي هو واحد، فأنا عندي L1 بتصير عندي الليمنت نمبر او النود نمبر 1، فصار عندي الهيد ل1، هيد ل1 هي حتصير اشهر على النكست تاعي، حتصير عندي 2، هي تشهر على الصفر، هي تشهر على الصفر، واحنا اتفقنا ان الهيدر ما يفوش عندي بيانات. تعال نعمل انسيرت على ال1 ليمنت 15. اول شغله بيعملها طبعا هي بتاشر على 2 اكيد. فالان element number 1 صار فيه قيمه كم؟ اللي هي هيدر تاعت على معاجز ال 15 على طول اول فري سبيس عندي اول فري نود عندي هاي اللي عباره عن ايش؟ عباره عن اللي هي رقم 2، فحاطين هاي رقم 2. رقم 2 حط فيها كم؟ قيمه 15. هاي 2، النكست تاعها 3، حصير اشهر وين؟ على 3 على طول بنقلها على 3، والثلاث حط اشهر وين؟ على الصفر، لان حصير تشر على الصفر. طيب كيف الان بدي اشبك ال1 مع الاثنين؟ على طول هي بتشر على مين؟ على 2، وصارت عندي الليست هيك. اوكي. انسيرت على ال1 20. انسيرت على ال1 20 على طول بروح عندي ايش اول سبيس عنده هون؟ اللي هو رقم 3، طبعا هيد نمبر 2 فيها 15. اعطوا على الثلاث، هي عندي اعطاني النود 3 فيها قيمة 20. اوكي، هي النود رقم 3، النكست تاعها 4، فلذلك بدل ما تأشر على 4 هي فري سبيس على السريع بتأشر على مين؟ على 4، تأشر على 4. اوكي تم، حتصير تأشر على الأربعة. إذا هاي الثلاث ما عاد تأشر على، ما عاد موجود في الفري سبيس، صارت تأشر على الأربعة مباشرة. الآن الثلاثة هي حتأشر على الصفر عشان يصير أشر على النل. بدي أرجع على ال1 أشوف آخر إليمنت فيه اللي هو رقم 2، حيأشر على مين؟ على الثلاثة، فهي حيكون قيمتها كم؟ 20. أوكي. 2 و2 حتأشبكها مباشرة، تأشر وين؟ آسف هيدر 1. اسف انا لازم اغير لتحت. هي بتأشر على 2 و2 بتأشر على 3، 3 بتأشر على الصفر. اوكي. الآن خلينا نعمل كرييت لليست جديدة. L2 تساوي كرييت ليست. اوكي. فقلتوا على طول اول فري سبيس عنده هون اللي هو رقم 4، فاعطاني ال2 اللي هي رقمها 4، فانا على طول هاي رقمها 4 كم نكست تاعها 5، حصير اشر على 5 فري سبيس، فحطيت اشر على 5 هون ما عاد عندي موجود. يلا حصير اشر على 5، الخمسه حصير تاشر على وين؟ على الصفر. لا تنسى العبارة عن هيدر للL2. اوكي طيب هي بتأشر على الصفر. بدي اعمل انسيرت على L1 30، فحروح على L1 فالنود فيها 30، اول افيلبل نود هي عند رقم 5، حصير 5 هون عندي، فالخمسة حصير فيها 30. اوكي ال 35. الان هاي ال 30 بدي اطلعها من الفري سبيس، شو النكست تاعها؟ 6، حصير كيرسر سبيس للزيرو دوت نكست تساوي الكيرسر سبيس للتمب اللي هي 6، حصير اشر على 6، فحصير اشر على مين؟ على 6. اوكي حتاشر على 6. الان هاي ال 6 حتصير تاشر، هي الرقم 5 حتاشر على 0. اخر اليمنت هي رقم 3 في نمبر 1، هي في الليست نمبر 1، بدل ما تأشر على الصفر حتأشر على مين؟
على 5. فعندي الاس نمبر 1 1 2 3 5 تنشوف عندي هون صار عندي هون 5. اوكي عندي فعل نمبر 1 متأشر على 2، 2 متأشر على 3، والثلاث تأشر على 5، والخمسة تأشر على 0. اوكي الان دعم insert على L2 20. حروح اجيبها اول في سبيس عنده رقم 6، حيعطيني اياها هون رقم 6. الان رقم 6 النكست تاعها هو ايش؟ هي 7، فحسيت اشري على 7، فعندي فري سبيس صارت اشري اول شيء على 7. صار اشري على 7. اوكي فهي عندي كم قيمتها هاي؟ فيها 20، فهي حتصير رقم 6 حيصير فيها 20، هاي صارت اشري على 7. الان هاي حتاشر على 0، بعدين ال2 هي هيدر حتاشر على رقم 6. اوكي تأشر على النار. بدي اعمل ديليت من ال1 هذا في 20. اوكي الان حروح على ال1 20، خزن هاي ال20، خزنها حط لي اياها هاي ال20 حطناها في التمب. التب. لان هي وين ارجعها؟ بتاشر على الخمسه. هاي التمب هي رقم 3 اللي هي 20. طبعا انا بوجد بتعرف لازم اوجد البريفيس تاعها اللي هي 2 رقم 2، فالان بدي احذف الثلاث اللي هي التمب. بتاشر على 5. الان عشان اقدر احذفها اول شغله احسن افقد الليست اللي عندي هون، فلازم احكي له انه البريفيس هاي نفسها النكست تاعها حيأشر على النكست تاع التمب. هون الليست صارت عندي انا متماسكه. اول قضيه اول شغله عملها. بعدين تم بهي رقم 3 ارجع ارجعها على الليست. عشان ارجعها على الليست بحكي له انه الكيرسر عفوا التم بهي الكيرسر سبيس للتم دوت نكست تساوي الكيرسر سبيس للزيرو دوت نكست، لان الكيرسر سبيس للزيرو دوت نكست هي 7، فحصير عندي رقم 3 النكست تاعها ياشر على 7 على نفس المكان. بعدين بدي ارجع اخلي الكيرسر سبيس للزيرو ياشر على التم عليها. شو صار عندي هون؟ صار عندي الفري سبيس اللي هو في الليست عندي 0 3 والثلاث تأشر على 7 والسبعة 8 8 9 9 على النول. فعلا تعال عندي صار عندي تأشر على الثلاث، لأن هاي عندي. بس لا تنسى أن رقم 2 حتأشر على وين؟ على الخمسة. نرجع نتبع الليست اللي عندنا. 0 تأشر على 3، الثلاث على 5، عفوا هاي لازم ارجع منها قبل. طبعا الثلاثة هي بس تصير تأشر على هاي، تأشر على النكست هي على السبعة، تأشر على السبعة. يلا الثلاثة تأشر على السبعة والسبعة على الثمانية والثمانية تسعة تسعة تأشر على الصفر. نرجع على ال1، الواحد بتأشر على 2 واثنين على 5 والخمسة على الصفر. ارجع على ال2 اللي هي ال2 هي عبارة عن نود 4 الهيدر تاعها بأشر على 6 و6 بتأشر على 0. الآن اعمل insert على L2 40. حروح اجيب على طول اول مكان فاضي عندي. ايش اول مكان فاضي؟ اللي هو رقم 3، فحيرجع يستخدم اول مكان فاضي بغض النظر منين جابه. اوكي الآن اول شغله بحسن يفقد هذا الحكي، بحكي لك رقم 3 اللي هو هاي عندي صارت اشعه 3، بطلت اشعه 3 صارت اشعه النكست تاع 3 اللي هي حترجع تاشعه 7. تمام؟ اوكي هاي صار اشعه النكست تاع 3 هي عندنا الساعه 7. النكست تاع 3 صار يساوي 0. بعدين عشان ارجع اشبكها في ال2، ال2 بمشي عندي على 5 عفوا ال2 بتاشعه 6 وال6 بتاشعه 0، 6 ما عاد اشعه 0 صارت اشعه مين؟ على ال3. طبعا ال3 لا تنسى انها اشعه بطل 5 صارت اشعه على 0 بس اشعه على الثلاث، فصار عندي زي هيك في النهاية. فصفر عندي ال2 فعلا
L2 و4 6 3 L2 عبارة عن 4 تشر على 6 و6 تشر على 3 و3 تشر على 0. بنعمل ديليت. طبعا هي قيمتها عندي 20 طبعا اسف 20 جديدة. اوكي 20 تمام. الان بدي اعمل ديليت كمان مره. طبعا حسب انا بحذف الفيرست اوكيرنس او بحذف كلياته. مثلا بحذف الفيرست اوكيرنس بتاعت ال 20 فانا على طول بعمل بمسك مثلا من ال 2 بدي احذف ال 20 حيمسك الفيرست اوكيرنس حيمسك هاي برجعها من على الليست هاي التمب. فعندي هاي بتاشر اللي هي ال 2 اللي هي 4 حتتاشر على الثلاث. هاي نرجع ال 2 الهيدر بدل ما تأشر على 6 حتصير تأشر على مين؟ على 3. هي لساتها مشوكة بالتم. بعدين بمسك التم هي عبارة عن 6 هي 6 ال 6 أنا آسف هي أنا لا أسخر بتكون فيها هون هي على 7 على 7 هي لأن عملناها في الأول عشان نعمل حذف من التم هي بس. أوكي لما ترجع رجع ال 6 هي ال 6 هي نفسها بدي أخليها تأشر على النكست تاع الكيرسر الزيرو اللي هي 7 حتأشر على هي على 6 ممتاز. عفوا 6 أشر على 7 بعدين الكيرسر سبيس هي نفسها بتأشر عليها على نفسها. طبعا لا تنسى إن فيها لساتها فيها بيانات بس لما أرجع لازم أعملها أبديت مرة ثانية. نرجع لست هي عندي اللي هي 4 بتأشر على 3 3 تأشر على 0 فعلا هي عاد ما عادت موجودة في ال L2. ارجع ال L1 ال L1 في عندي ال1 هي عند رقم 1 هيد بتأشر على 2 و2 بتأشر على 5 وال5 بتأشر على 0 100%. الفري ليست الصفر بتأشر على 6 وال6 بتأشر على اسف هون 6 لازم احنا ما نقلناها طبعا لكن حكينا بس ننقلها لازم على 7 وال7 بتأشر على 8 و8 على 9 هيك يكون عندي انا الليست ماشي عندي 6 فعلا 0 بتأشر على 6 و6 بتأشر على 7 و7 بتأشر على 8 و8 على 9 و9 على النل. وهيك لو بدي اعمل مثلا اعمل كرييت لليست 3 يساوي كرييت ليست حيكون عندي ال 3 حيعطيني من اول فري نود عندي موجود هي عندي رقم 6 فاروح على 6 حيصير عندي هي بطل فيها 20 صارت عندي هيد ال 3 يعني 6 فيها بيانات. برجع مباشره بحكي له حتأشر على النكست حتأشر ترجع حتأشر على 7 بعدين بدخلها تأشر على النل بس تمام. اوكي هاي صار عندي هي بتأشر على 7 صارت تأشر على الصفر. انسيرت على L3 7 حاجة على L3 أول مكان عندي فاضي اللي هو element number 7 حنحط فيها قيمة 7 حنحط قيمة فيها 7 تمام. الآن النكست تاعت هاي الكيرسر سبيس حتصير عندي 8 عندي 8 أوكي فحصير عندي هون النكست تاعها صار 8 بعدين السبعة هالنكست تاعها حيصير نل حيصير صفر بعدين اشبكها على ال 3 اللي هي حتصير عندي هي بدل الصفر حتصير عندي تأشر على مين؟ على السبعة. اوكي فال ال 3 فعليا ايش صارت عندي انا ال ال 3؟ ال ال 3 صار عندي 6 7 ال ال 3 عندي فعليا 6 تأشر على 7 وصار تأشر على الصفر. اوكي تمام هاي الامثلة وبتمنى انها تكون الامور ان شاء الله وضحت بشكل أكبر. يعطيكم العافية.